وجد الداع ولو وجد الداع لرأيت أسود الحالمة قد وصلوا إلى إب في أيام قلائل. لم يكن دعم المقاومة في تعز لغزا يحتاج إلى من يفك رموزه، لكن الحوار المتلفز الذي ظهر فيه قائد المقاومة حمود المخلافي كشف الكثير من الغموض ومن يقف وراء عرقلة دعم هذه المحافظة. طبعا كلامنا بالنسبة للدعم هو جاءت تصريحات الرجل الأكثر جدلا في الداخل ربما صادمة لمن لم يكن يدرك هذه المواقف الملتبسة لبعض القيادات العسكرية التي تحدث عنها، حتى بدت وكأنها مؤامرة مكتملة تترك فيها تعز وحيدة في مواجهة مقصلة حرب تحشد لها قوات المخلوع وميليشيا الحوثي كل طاقتها التسليحية وتقصفها بلا رحمة. قصد الرجل عدن وعاد حتى دون وعود، أيضا توجه إلى مأرب والجوف، واليوم يستقر في أرض الدولة الراعية الرسمية للتحالف العربي المملكة العربية السعودية. ليبدو الرجل وكله أمل بأن تلقى تحركاته هذه آذانا صاغية لإنقاذ تعز ودعمها عسكريا. في لحظة ما تزال هذه المحافظة تخسر خيرة شبابها في معركة إسناد الشرعية واستعادة الدولة المختطفة، دوائر متعددة اشتركت في هذه العرقلة، وكل مرة تشير أصابع الاتهام إلى شخصية معينة، فمن رئيس الحكومة المقال حديثا خالد محفوظ بحاح إلى قائد المنطقة العسكرية الرابعة أحمد سيف اليافعي الذي اتهمه المخلافي بشكل صريح بأنه كان وراء التراجع عن الدعم الذي خصصه التحالف لتعز، كتلك التي تحدث عنها 10 دبابات لم تتلقى منها المقاومة إلا واحدة، لينتهي حينها حلم الدعم. واليوم يبدو الرجل ولسان حاله يقول كأن الأصدقاء خذلونا قبل الأعداء.